بعد از اینا میامدم وای حسین قد قتل، وای حسین قد قتل. الام الحقيقيه لرسول الله هي فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثير منا سمع قولة الإمام مالك في الرافضة: لا تكلمهم ولا تروي عنهم. وسمع كذلك قولة الإمام الشافعي: ما رأيت أشهد بالزور من الرافضة. وغيرها من أقوال أهل العلم الذين يتهمون الشيعة ومراجع الشيعة بالكذب. فهل هذا الاتهام مبني على استقراء الأفراد فقط، أم هناك نصوص وفتاوى تبيح لهم ذلك؟ معلوم أن الكذب والدفاع على الدين بالكذب من أهم السمات التي تميز وتبين أن هذا الدين باطل وأنه ليس مرسلا من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحق يقوم على الأدلة، والحق لا يحتاج إلى الأكاذيب، ودين الله عز وجل لا يحتاج إلى الأفراد وإلى أكاذيب الأفراد. فالدين الإسلامي لا يحتاج إلى الناس لأكاذيب الناس وغير ذلك. لهذا تجد أهل العلم ضعفوا وطعنوا في من يروي الحديث ويكذب تدينا، سواء روى مثلا في فضائل معاوية رضي الله عنه أو في فضائل غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مجروح عند أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وغيرها من النصوص التي تحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فدين أهل السنة واضح وبين، ولا يستحلون الكذب في مقام الاحتجاج ومن أجل نصرة وإقامة الحق وإقامة الأدلة على صحة الدين. بينما الأديان الباطلة نجدها تستحل الكذب. لماذا؟ لأنهم لا يملكون دليلا يدعمون به عقيدتهم، ولا يملكون حجة يدعمون بها ويثبتون بها صحة هذا الدين. نأخذ النصارى كمثال، عندهم نص يقول: فإنه إن كان صدق الله يزداد مجده بكذبي، فعلما أنا أدان بخطأي إذن؟ وكذلك نجد الملاحدة لا يوجد ما يمنعهم وما يردعهم من الكذب، لأن الأمور عندهم مسائل نسبية وبحسب المنفعة. كذلك الرافضة: المعمم اختصاصه كذب، المعمم يكذب أكثر من شعر بدنه، المعمم كائن كذاب. إذا كان هناك من تعريف عند الفلاسفة وعند المناطق عن الإنسان حيوان ناطق، ويضيفون إليها ضاحك، حيوان ناطق ضاحك. المعمم إذا أردنا أن نعرفه حيوان ناطق كذاب. بل الرافضة أكذب الطوائف التي انتسبت للإسلام. ننطلق من رواية عندهم في كتاب الكافي تقول: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. كما شاهدتم كذبوا ونسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا، أنه يحضهم على الكذب وعلى بهتان الناس وعلى الوقيعة فيهم، وعندهم هذا يرفع به الدرجات والحسنات، والله المستعان. يحاول الرافضة أن يجتزئوا كلمة باهتهم ويقول: لك من بهت الذي كفر. وهذا الكلام فاسد، سياق الحديث يكذبه، بل قال: والوقيعة فيهم. وقيعة هي الغيبة وكثار من سبهم. إذا تبين المباهة شنو هي يا عزيزي؟ بهتان، مو إقامة الحجة، بقرينة أنه يقول ماذا؟ والوقيعة فيهم، وهناك يقول كذب عليهم. لهذا تجد أقذر الألسنة من بعد الملاحدة هم الرافضة،
أقذر لسان تجده عند الرافض، يلعن ويطعن يسب في أم المؤمنين عائشة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. بل بهتانهم هذا لم يقتصر فقط على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل زاد ذلك وطعنوا في النبي وبهتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس له بنات إلا فاطمة. لماذا؟ لأنه زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه، والحقائق التاريخية تكذبهم. كذلك قالوا أن عليا رضي الله عنه كسر ضلع زوجته وجر للبيعة كالجمل المخشوش واغتصب فرج ابنته. بهتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهتوا عليا رضي الله عنه وبهتوا أعراض المؤمنين وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. دين الرافضة بدون هذه العقيدة لن يبقى شيء اسمه دين الإمامية. الآن ننتقل إلى فهم علمائهم لهذا الحديث. هل نحن ادعينا عليهم أم هي عقيدة روج لها حتى كبراء علمائهم؟ مثال: نأخذ الجزء الأول من صراط النجاة للميرزا جواد، الصفحة 447. يقول في السؤال 1245، يقول لك: هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ شاهدوا السائل يسأل في مقام الاحتجاج، مقام الاحتجاج الذي يأتي فيه المسلمون بأدلتهم ليبطلوا بها حجج المخالفين الباطلة وشبههم بالعلم والبينة، يسأل هنا هل يجوز الكذب. لهذا تجد في المناظرة يكذب ويتبرأ من عقائده. الآن نسمع جواب الخوئي ماذا يقول. هل سيقول له: اللهم إن هذا منكر، اتق الله، دين الحق لا يحتاج إلى أكاذيبك، جادلهم وحاججهم بالدليل والبرهان، وكن منصفا، كن عدلا كما قال علماء أهل السنة، أو كحال فتاوى علماء أهل السنة؟ نسمع: إذا توقف رد باطله عليه جاز، يجيز له هذا. السؤال الثاني الذي جاء بعده يقول: وهل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟ يجيب الخوئي: إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا بأس. لهذا السبب قال العلماء أن الرافضة أكذبوا الطوائف التي انتسبت للإسلام. ما رأينا أشهد بالزور من الرافضة، قوم يحسبون أن ما هم عليه قرب لله ويرفع لهم الدرجات بالكذب وبهتان الناس. نأخذ مصدرا آخر من مصادر الرافضة، وهو كتاب المكاسب لشيخهم مرتضى الأنصاري، الجزء الخامس صفحة 9. يقول: وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدع باهتوهم، الصفحة الموالية: كي لا يطمعوا في إضلالكم، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله زان أو سارق. وكذا إذا زاد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. الله أكبر، هؤلاء يتصورون أن دين الله عز وجل ناقص، لا يقوم على حجة، والحق ليس بينا. لم يقم الله عز وجل حجته على الخلق ببيان واضح، لهذا احتاجوا إلى الأكاذيب لينصروا به ما يروهم حقا. لهذا تجد أن الرافضة في قنواتهم يعتمدون على هذه العقيدة وهذه القاعدة: باهتوهم وقولوا فيهم بالوقيعة. بهتوا النبي صلى الله عليه وسلم، بهتوا أزواجه، بهتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهتوا عليا رضي الله عنه، بهتوا علماء أهل السنة من بعدهم، بهتوا عوام أهل السنة كذلك من بعدهم. هذه رسالة لك يا شيعي، يا منصف، يا من يبحث عن الحق. طريق الجنة لا يكون بالأكاذيب، الأكاذيب لن تنقذك من نار جهنم. الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الله عز وجل أمر بالعدل، أمر بالقسط، أمر بالإنصاف، أمر بإقامة الدين بالحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو دين الإسلام وهذا هو دين المسلمين. فاستيقظ يا شيعي، استيقظ قبل فوات الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين.